السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نصر الدين والفيديو رقم 3 من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. درس النهاردة هيكون عن الفرش واستخداماتها. نفتح البرنامج بتاعنا، ادي واجهة البرنامج ودي الصورة اللي هنشتغل عليها. ندخل على التول بوكس اللي على الشمال اللي هي دي، نختار امر البرانش تول اللي هو الفرشة اللي هو ده، تمام؟ اضغط عليه كليك يمين هيبدأ يظهر لك الاربع اوامر دول. طيب اول حاجة احنا قلنا هنشتغل على البرانش تول اللي هو الأداة الأولى دي، نختارها. شايفين ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه وقفنا على الصوره هنضغط كليك يمين، فتحت لنا القائمه دي. القائمه دي فيها حاجه اسمها سايز وحاجه اسمها الهاردنس. طيب ايه الفرق بين السايز وبين الهاردنس؟ لو السايز ده نشتغل على السايز الاول، مثلا صغرنا السايز كده، شايفين الخط اداه التلوين بتاعتنا صغيره جدا. طيب لما تكبر السايز شويه، شايفين التلوين بدا يزيد، تكبر تاني التلوين بدا يزيد، فدي بتكبر او بتصغر السايز، دي بتكبر او تصغر الاداه اللي بتلون بيها. طيب عايزين نعرف ايه الفرق بينها وبين الهاردنس اللي تحت دي. الهاردنس دي يا شباب اللي هي درجه الحده، بالعربي كده درجه الحده في التلوين. مثلا لو زودت الهاردنس كده، شايفين التلوين بتاعك؟ طيب لو قللنا الهاردنس، شايفين التلوين؟ ايه الفرق بين ده وده؟ ده نفس الاداه. الفرق ان هنا الالوان بتكون تقيلة، لما بتزود الحدة الالوان بتبقى تقيلة في التلوين. طيب لما بتقلل الحدة بتاعتك بتكون حاجات خفيفة، تمام؟ دلوقتي عرفنا ايه الفرق بين السايز وبين الهاردنس. طيب ممكن بدل ما اعمل بالقائمة دي، بدل ما اكبر واصغر بالقائمة دي اللي هي السايز، ممكن اكبر واصغر بحاجة تانية. ايوه ممكن تكبر وتصغر بحاجة تانية. تيجي هنا على الكيبورد عندك، اختار حرف الدال بالعربي، هيبدأ يكبر لك الدايرة. شايفين الدايرة بتكبر ازاي؟ طيب لو حرف الجيم بيبدأ يصغر لك الدايرة، تمام جدا. طيب ندخل على الأداة التانية اللي هي البنسل تول، اللي هي الأداة التانية دي. طيب البنسل تول دي بتعمل ايه؟ لو جربنا مثلا بيها خط كده وقربنا شوية، شايفين الخط مذبذب ازاي؟ الفرق بينها وبين البرانش تول ان الخطوط بتاعتها بتكون تقيلة وبتكون مذبذبة من على الجنب، شايفين؟ دايما مذبذبة كده مشرشرة. فالمهم دلوقتي عرفنا الفرق بين البنسل تول وبين البرانش تول. طيب نشوف الأداة اللي بعد كده، مثلا اللي هي الميكسر برانش تول. ندخل على الميكسر برانش تول ويقول لك ايه الميكسر برانش تول دي. دي أداة بتستخدمها لإخفاء العيوب، يعني مثلا زي عيوب البشر. شايفين هنا العيوب قد ايه؟ مثلا حاجة زي العلامة دي عايزين نشيلها، شايفين بيقدر يخفي لك العيوب. طيب مثلا حاجة زي النقطة دي او الحباية دي تقدر تشيلها بسهولة، تمام؟ دلوقتي حاجة زي دي تقدر برضو تشيلها بسهولة، شايفين؟ يبقى ده اللي هو تدخل هنا على الفرشة تختار امر ميكسر براش تول، تمام؟ هو اللي بيقدر يتحكم لك في الحاجات اللي زي دي، تقدر تشيل بيه او تخفي بيه اي عيوب موجودة عندك، شايفين؟ شايفين التفاصيل؟ اقرب لك اكتر، طيب يا شباب ندخل بقى على الامر اللي هو السبوت اللي هو الامر ده. اول حاجه هنا تضغط كليك يمين هيظهر لك سبوت هيلينج براش تول، نختار سبوت. السبوت شايفين بيعمل ايه؟ لو عملنا مثلا حاجه زي كده بيعمل لك خط اسود، مجرد ما بتسيب بيشيل لك الحاجه اللي تحت الخط الاسود ده. يعني نعيدها تاني، شايفين العلامه دي او النمش اللي موجود هنا ده؟ مجرد ما تمشي عليه كده السبوت وتشيل ايدك، شايفين عمل ايه؟ عمل لك خط اسود وشال اللي تحتيه. هنا برضو نفس النظام، شايفين بيخفي العيوب اللي موجودة تحت الخط الأسود اللي انت بتعملها. بس في حاجة يا شباب، الأمر ده بيعمل ايه؟ الأمر ده الفوتوشوب تلقائي من نفسه بيقدر هو يخفي العيوب اللي تحت الأمر ده أو اللي تحت التحديد اللي انت عملته. لكن ممكن لو انت مثلا عايز تحدد لون معين تخفي بيه، طبعا احنا كنا شغالين على السبوت، السبوت ده بيختار مكان عشوائي او بيختار درجة عشوائية بيلون بيها. طيب نختار مثلا الهيلينج براش تول اللي هو الامر التاني ده او الاداة التانية دي، وتيجي هنا مثلا عايز درجة اللون دي، هتختار الت، هيجيب لك علامة القناصة. شايفين القناصة دي؟ هتيجي بالظبط على المكان اللي انت عايز تضغط عليه او تاخد منه نفس درجة اللون. هتيجي مثلا انا عايز اللون الازرق ده،
مثلا اضغط الت اخدته، تروح مثلا تخليه وليكن هنا، شايفين؟ تقدر تخلي برضو اللون كله هنا، شايفين؟ بس كده يا شباب، النهاردة خلصنا أغلب الفرش اللي بنستخدمها في برنامج الفوتوشوب. لو الفيديو عجبك أتمنى تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لعدد أكبر من الناس وعدد أكبر يستفاد، وتعمل كومنت عجبك إيه وما عجبكش إيه، ونحاول نحسن إن شاء الله مع بعض. وإن شاء الله لو واقف معاك أي حاجة اكتب لي في الكومنتات وحاول أرد عليكم بإذن الله، حتى ولو عملت فيديو بالأسئلة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهاتنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.